مشاهدينا عن مواكبة الأمريكيين للمونديال ينضم إلينا ألان درغام من واشنطن. أهلا بك ألان، وما هي أصداء المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد خروج المنتخب الأمريكي؟ هل ما زالوا يتابعون أم انفض المولد بلغتنا العربية؟ عمر مرحبا فيك. يعني بالرغم من خسارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدور 16، هذا لا يمنع أنه يجمعوا الأمريكيين ويشاهدوا الحماس المستمر في مونديال البرازيل 2014. طبعا عم نحكي عن مباراة تاريخية، مباراة حتجمع بين البرازيل وألمانيا. كمان جمهور الأمريكي تجمع بأرقام كبيرة بالمقاهي وبالحفلات لمشاهدة هذه المباراة. طبعا كما في جميع البلدان العالم، العناوين الأبرز في أمريكا: هل سيتمكن البرازيل بالفوز في هذه المباراة بالرغم من غياب نيمار وتيغو سيلفا، أم سيفك الألمان عقدتهم وتأهل إلى المباراة النهائية اللي لعبوا ثلاث مباريات نصف نهائية في المونديالات الأخيرة؟ مشان نرصد أكثر انطباعات الجمهور الأمريكي المتواجد معنا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بيسرني أنه أعرف عن موريس أندريا. How are you? Good. لنتحدث حول الحماسة، حماسة هذه الكأس. نحن هنا في واشنطن ونتطلع لرؤية ألمانيا ضد البرازيل، وعلى الرغم من أنني ولدت في المكسيك وأعيش في الولايات المتحدة، ونأمل أن نرى مباراة رائعة اليوم. أنا مع فريق ألمانيا، أبي ألماني، وبالتالي نحن ضد بعضنا البعض، وسعيدة أن أرى مثل هذه الإثارة في الولايات المتحدة. الناس هنا عادة لا يهتمون بكرة القدم. هل كنت متفاجئة بازدياد شعبية كرة القدم؟ أنا لم أرى مثل هذه الأعداد في الولايات المتحدة. الكل يتطلع لمباريات الفريق الأمريكي، وكنت أعتقد أنهم لا يهتمون، ولكن هناك حماسة بالغة للمونديال. أنت من أمريكا الجنوبية، ما هو رأيك في الحماسة حول الأدوار الأخيرة من الكأس؟ أعتقد لأنني جئت من المكسيك، حيث هناك إقبال شديد على مباراة كرة القدم ونلعبها في الشارع. هنا الناس مهتمون بالرياضة هذه ويشعرون بالإثارة. اليوم أنتم مع بعضكم البعض، أنت مشجع للبرازيل وهي مشجعة لألمانيا. ألمانيا ستفوز. أعتقد أن ألمانيا ستفوز، ولكن آمل أن أرى مباراة رائعة. أنا أشجع ألمانيا وإلا سأبات خارج البيت. ممتاز، أتمنى لكم وقتا سعيدا. هنا في إحدى مقاهي في ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن مليئة بالحماس مثل كل الأماكن، مثل عم بتشوف موريس مع البرازيل وأندريا مع ألمانيا، ولكن هي مباراة ستكون حماسية لدى الجميع في العالم. عمر، مين تتوقع يربح عمر؟ الآن يعني طبعا أنا نفسي البرازيل تربح، ولكن يعني في يعني تخوف كبير من طبعا قوة المنتخب الألماني أمام طبعا هنقول الغيابات الكثيرة في منتخب البرازيل. ولكن دعني أسألك ألان، يعني كيف ترى الأجواء، خاصة أنه يعني سمعت من الضيوف بتوعك أن هم ما شافوش قبل كده هذه الأجواء والتشجيع والحماس ومتابعة مباراة كرة القدم أو السكر كما يطلق عليها الأمريكيون؟ هل ستستمر هذه الموجة والمتابعة وسيكون هناك تحفيز أكثر للمنتخب الأمريكي ولكرة القدم السكر الأمريكي، يعني في هناك حتى يتابعوا المشاهدين ويدعموا بقوة المنتخب الأمريكي اللي يعني انجز وحقق انجاز كبير في المونديال؟ يعني عمر، يعني الملاحظ عندما يعني تذهب الى العمل في الصباح بتشوف كل العالم لابسين قمصان، يعني طبعا اليوم مباراه هي الاهم، مباراه المانيا والبرازيل. يعني شفت انا قمصان على الطرقات، في المترو، في محطات القطار، كلهم لابسين قمصان البرازيل والمانيا. طبعا خروج المنتخب الامريكي لم يخفف من يعني عزيمه المشاهدين بمشاهده المباراه النصف نهائيه. وفعلا بلشت ألاحظ جدا أنه لعبة السوكر أو كرة القدم
هي ستكون لعبة عن جد لها مستقبل كتير كتير كبير هون بالولايات المتحدة، خاصة أنه بكل مدرسة في مدرسة لكرة القدم للصغار، وشفت حماس الأهل وحماس كل المشجعين بأنه يعطوا دعم لهذه اللعبة وتصبح من أهم الألعاب الرياضية في الولايات المتحدة. عمر تمام، وانا شايف انه الان وجودك وسط الجموع والتجمعات هناك ايضا ادى حماس اكتر للمتابعين، وانت كمان يعني عامل روح جميله وبنحييك عليها، واستمر على هذا الموضوع حتى تزيد شعبيه كره القدم. الان انت نفسك مين يربح اليوم؟ يعني انا متوقع البرازيل لانه كمان هو حل اضعف شوي، ولكن ربما الجمهور يكون اللاعب 12 ويقدر يسكر فراغ نيمار وتياغو سيلفا اليوم. عمر تمام، الـ 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 اكيد الاجواء عندك ممتعه، واكيد الاجواء في البرازيل الان امتع وامتع وامتع. شكرا لك الان من واشنطن، كنت معنا.